ثم أوصيكم بتقوى الله رب العالمين، بأداء ما أوجب الله، وباجتناب ما حرم الله، بصفاء السريرة وصفاء المعاملة. يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وروى الترمذي في جامعه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أن ذنوبك بلغت عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بترابها مغفرة. عباد الله، إخوة الإيمان والإسلام، ربنا سبحانه خلقنا في هذه الدنيا على أن نموت فيها، لا على أن نخلد فيها. فمهما عشنا لا بد أن نموت، ومهما ذاع صيتنا وزاد مالنا وكثرت ذريتنا لا بد من موت، لا بد أن نفارق هذه الدنيا. فطوبى لمن تزود من هذه الدنيا للآخرة بخير الزاد، بتقوى الله رب العالمين، بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، بتعلم ما فرض الله عليه من علم الدين، ثم بالعمل بهذا العلم الشريف. أحبابنا الكرام، إخوة الإيمان والإسلام، أيها المسلم، مهما ارتكبت من الذنوب إياك أن تغفل عن التوبة. بادر إلى التوبة من الذنوب فورا، من الذنوب كبيرها وصغيرها، بتوبة صادقة. والتوبة لها شروط، فإن أديت شروط التوبة فقد تاب الله عليك، ومن تاب الله تعالى عليه محى الله تعالى ذنبه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن لا بد من أداء التوبة بشروطها: الإقلاع عن الذنب فورا، والعزم على أن لا تعود إليه، والندم على ما فعلت. فإن كان الذنب يتعلق بترك فرض من الفرائض فلا بد من زيادة شرط آخر في التوبة، ألا وهو أن تقضي هذا الفرض. وإن كان الذنب يتعلق بحقوق الناس، كان نكلت حق فلان بغير حق، أو ظلمته، أو ما شابه ذلك،
فلا بد من زيادة شرط رابع، وهو أن تسترضي خصمك أو أن ترد له ماله مثلا. التوبة لها شروط، وباب التوبة مفتوح، فهلموا أيها المسلمون إلى التوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله عز وجل ومن عظيم فضله أنه سبحانه جعل أسبابا عديدة للمغفرة، فمن أدى هذه الأسباب تناله رحمة الله سبحانه وتعالى. فالوضوء مثلا هذا الوضوء الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوضوء الشرعي، من توضأ كما أمر، كما توضأ النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بوضوء تام مع مراعاة الفرائض والسنن، وقلل كثيرا من الماء، فإن هذا الوضوء سبب لتكفير المعاصي الصغيرة. والصلوات الخمس التي هي أعظم الأعمال عند الله بعد الإيمان، من حافظ عليها وأداها كما أمر الله، أدى أركانها وشروطها ومستحباتها وتجنب مبطلاتها، كان له عهد عند الله تعالى أن يدخله الجنة بلا عذاب. الصلوات الخمس إن أديت كما أمر الله فهي سبب لتكفير المعاصي الصغيرة. وهذا الحج المبرور، من أدى الحج كما أمر الله، حج بيت الله، فأدى هذه الفريضة على الوجه الشرعي، طاف كما أمر وسعى كما أمر، أدى الأركان والواجبات والمستحبات وتجنب كبائر الذنوب، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا هو الحج المبرور، سبب لتكفير المعاصي الكبيرة والصغيرة. اللهم إلا إذا كان هذا الذنب يتعلق بترك فرض من الفرائض، كأن كان مثلا لا يصلي لمدة معينة، لو ذهب إلى الحج وكان حجه صحيحا لا تسقط عنه تلك الصلوات، لا بد له من قضائها. أو كان قد اعتدى على الناس ظلما، أو أكل أموال الناس بالباطل، لو ذهب إلى الحج وكان حجه صحيحا يوافق الأركان والشروط والواجبات لا يسقط عنه ذلك الذنب، لا بد أن يرجع المال لأهله وأصحابه. وهكذا أحبابنا الكرام، أسباب المغفرة كثيرة. علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم من دخل إلى السوق فقرأ هذا الدعاء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان له 1000 حسنة وغفر له 1000 سيئة. له بهذا الذكر، بهذا الورد، 1,000,000 حسنة، وتحط عنه 1,000,000 سيئة. أسباب المغفرة كثيرة. وعلمنا المصطفى رسول الله
صلى الله عليه وسلم: من داوم كل صباح على هذا الكلام رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. كل صباح يواظب على هذا الكلام ولو مرة واحدة. قال المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لآخذن بيده يوم القيامة حتى أدخله الجنة. وسيدي رسول الله صادق يبلغ عن الله سبحانه وتعالى. كل هذا شرطه أيها الأحبة الوفاة على الإيمان، كما في هذا الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. معناه إن مت على الإسلام، على دين الأنبياء عليهم سلام الله، مهما كان عندك من الذنوب فلا بد أن تدخل الجنة، لأن الإسلام هو الضامن الوحيد لدخول الجنة التي أعدها الله تعالى للمؤمنين. هكذا أحبابنا الكرام، ينبغي منا أن نلتمس هذه الأسباب، هذه الحسنات التي بسببها قد يغفر الله سبحانه وتعالى لنا. إن الحسنات يذهبن السيئات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يعفو عنا هذا، وأستغفر الله لي ولكم. Dear brothers of Islam, a few people will escape falling into sin. However, the intelligent ones are those who rush to repentance to attain the mercy of their Creator. In a Qudsi hadith narrated by At-Tirmidhi, who classified it as Hasan, the Prophet, peace be upon him, said that Allah Ta'ala said, O son of Adam, so long as you make supplications to me and ask for forgiveness, I shall forgive you for what you have done, regardless of the amount of your sins. O son of Adam, if your sins were to reach the sky, and then you ask me for forgiveness, I shall forgive you. O son of Adam, if you were to come on the day of judgment with sins that almost fill the earth, but you come as a believer who does not associate partners with me, I shall reciprocate with forgiveness that almost fill the earth. Dear brothers in Islam, this hadith clearly illustrates that having the correct belief, tawheed, and not associating partners with Allah is the greatest quality a person can possess. And that associating partners with Allah is the greatest sin. The one who dies while associating partners with Allah shall not be forgiven on the day of judgment. Ayah 48 of Surah An-Nisa clearly states that on judgment day, Allah does not forgive that a partner is associated with him, but forgive that which is less, meaning less than shirk and other types of blasphemy, to whomever he wills. Dear brothers in Islam, thank Allah for the greatest and best of all endowments, the endowments of being a believer, and stay steadfast to the religion of Islam. Islam is the religion which every single prophet came with, and the only religion that is accepted by Allah. Work hard towards attaining righteousness and seek forgiveness of Allah by repenting immediately. For the door of forgiveness is widely open and is not restricted to those who perform Hajj. Perform Hajj has a very special merit, which is not found in the prayer, fasting or paying zakah. This merit is achieved when one performs a mabrur hajj. The mabrur hajj clears the person of all major and minor sins.
just as he was when his mother gave birth to him, as the Prophet peace be upon him said, although the five obligatory prayers, the gah and fasting don't wipe out the major sins, yet the five obligatory prayers have a higher rank in our religion than that of performing Hajj. Brothers in Islam, remember that Allah is the most merciful, and due to His vast mercy, Allah makes seeking His forgiveness an easy matter. Allah rewards a lot for a small act of obedience, so repent to Allah immediately, and know that whoever repents sinning, the sins will be wiped out for him, as if he did not commit them in the first place, and Allah knows best. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله رب العالمين وبالسير على نهج نبيه محمد الأمين في السر وفي العلن. يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا بأن الله تعالى أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه المصطفى الكريم، فقال ربنا وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا يا رب العالمين. فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم يا ربنا والطف بالمسلمين حيثما كانوا، في فلسطين وفي سوريا وفي لبنان وفي السودان وفي العراق وفي الصين وفي كشمير وحيثما كانوا يا أرحم الراحمين.
عجل لنا ولهم بالفرج وبالنصر القريب يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولمن حضر خطبتنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. وأقم الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر.